يشتغل توحيد في المساجد ودعوة ما بيقدر يوقف دين الله ده، والله ما بيقدر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. وقف لحد هنا؟ لا، إن ربك شنو؟ لبالمرصاد. الليلة الشيوخ بتاعنا الطرق شالوا حق الله، الدول الأولية بتاعنا ما تزعل، نشروا في كتب وقصائد وقالوا قصائدنا وكتبنا دي اللي بيمسك فيها تمام بخش الجنة. نحن نشيل الكتب والقصائد نعرضها على الكتاب والسنة ما تزعل. لو انت مسلم جد لما تجيك الآية بتتبعها، ولا كلامي ده غلط يا ناس؟ ده مش هو كده؟ لله عز وجل داري حرب الإسلام، والإسلام ده ما بتحرب. اسمع الكلام ده كويس يا شيوعي يا علماني، واسمع الكلام ده يا كوس، واسمع الكلام ده يا انصار سنة ويا صوفي. إسلامنا ما بتحارب، العقيدة دي ما بتتحارب. ربنا تبارك وتعالى قال كتب الله، ده الله كتبه، ما في دول تاني بخالفه. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. عشان كده التصوف عالم غريب، عالم عجيب. أوعك تبقى صوفي، أوعك تبقى صوفي تمسك لك طريقة صوفية، لأنه التصوف عبارة عن تعبيد الخلق لغير الله. الصوفي دايرك تعبد معه شيخه، الصوفي دايرك تنادي معه شيخه، الصوفي دايرك في الشدائد إن جاتك مصيبة ما تلجأ لله، تمشي القبة. ما سمعت الجماعة؟ أبويا الشيخ يا بقبة اللبنية أكتب لي حجاب من راسلة كرعية، ما أعرف نوع حجاب ولا برول ولا بطانية ما معروف. أبويا الشيخ يا بقبة بابا قصير اللحية القطايا طير. كلام كله فارغ وكلام باطل. أنحنا لما نجي نقول مخالف للقرآن والسنة بتزعل ليه؟ ونحن طبعا ما بهمنا زول يزعل من الحق، لأنه ربنا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وربنا قال لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. الناس ما بيدوروا الحقيقة إلا من رحم الله، عرفتها؟ تصوف عالم غريب، عالم عجيب. تبقى صوفي تصدق إنه في عنج عاقة والدين، وتصدق إنه في ضب أطرش، وفي سحلية بقمة، وتصدق إنه في سيوسيو ما قاري تكنولوجيا وتلقاه بخش الواتساب. أنت كصوفي بتصدق أي شيء؟ والله جد الصوفية بده الحمير بنزين، أنت ما لقيتك المدحة؟ والله الصوفية عندهم مدحة بيجوا يختموا بها الحفلة، بيقال نقول له مكاشف الغوم يطوف يمقول له نظر بالعين، الراوي تعلى طلب باب الكريم هو الله شريف ومعين علينا تجلى، سقلب سم يلا طريق جيلان كيلان مججلة، قال أجج وججلة مساعي المال توكيله على الله، الشايقي شايقي واقف جب حمار في الطين، راجل صالحين يدول بنزين طيار ويطير مع الطائرين. طيب يا صوفي ده جاي بزمة البنزين في البلد، صوفية بده الحمير بنزين وفي حمار ده بنزين تاني بقيف؟ يا صوفي شوف التصوف ده غريب كيف، بده الحمير بنزين ونحن واقفين يوم ويومين وثلاثة يوم في الطرمبة عشان جالهم بنزين واحد، وده بده الحمير يا ناس. أها قال وألحت عليه في ذلك، قالت إلا تجيب لي خادم تخدمني. أها مشى فتش، قال فأمر المريد بأن يأخذ فأسا وثوبا. أنت دار تجيب خادم ولا دار تعمل لك كمين أنت؟ فأس وثوب. قال مشى قال لشجر هناك، قال فقطع عودا على قدر قامة الإنسان، عود قدر طول الإنسان، وغطاه بالتوب. قال وجر سبحته فجعل يذكر الله بهمة عالية، ثم قال يا بخيتة يا بخيتة يا بخيتة ثلاث مرات. قال فتحرك العود، العود ذات الكان عود تحرك وصار أمة. قال فأخذتها من يدها فأوصلتها إلى زوجته فخدمتها زمانا ثم توفيت. لا بننبذه ولا بنلعن قبلته، نمسك القرآن. أول سورة نزلت في القرآن سورة شنو؟ العلق. ربنا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من شجر من علق. يبقى البرع كالضاب ولا كلام الله كذب؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين ربنا قال قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ ربنا خلق الإنسان من شنو؟ قال من شنو؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء شنو أنشره.
أديك آية ثانية، ربنا قال هل أتى على القرآن بس لا في حجو حجو، أنا لي في زيارته هو والقمري تعجعجو يا رسول الله شو، ما في حجة ما في، آيات وأحاديث، وده اللي بيمرقك يوم القيامة والله والله. ما يغشك أمبتاري، ما يغشك شيخ بتاع طريقة، شيخ بتاع فكيه، زول ما عنده آية ولا حديث، حتى لو جاك وعامل فوق زول على الحق والاستغامة وما بديك أدلة صحيحة، ده ما تباريه ولا تباري راجل ذاته، ليه انت تباري الرجال؟ يا اخو واحد تلقى شنبه ما شاء الله تربى السجن، يبرك ليه زول؟ بشر زيك بياكل وبيمرض وبيشقى، هو ذاته محتاج انه ربنا يرحمه ويرزقه، تمشي له؟